سؤالي بعد هذا الاقتباس هو: ما النتائج التي توصل إليها جينولوجيا الحمض النووي بناء على ذلك؟ وما هي المجموعات الفردانية التي تحدد الانتماء إلى كل من اليهود والعرب؟ أعود من جديد إلى المجموعة الفردانية G1، ومن الخطأ تسميتها مجموعة الكوهينيين الفردانية، فمما لا شك فيه أن هذه المجموعة الفردانية موجودة عند العرب أيضا، والأكثر من ذلك وجودها عند العرب أقدم بكثير. المجموعة الفردانية الأكثر انتشارا عند العرب هي G1 على وجه التحديد. عند عرب الشرق الأوسط عموما أم عرب الجزيرة العربية تحديدا؟ عند العرب الذين يتكلمون العربية ويعيشون في 19 دولة تنسبها الموسوعات إلى العالم العربي، بدءا من المغرب العربي وحتى سوريا والعراق. ففي هذا العالم العربي، في تلك الدول 19، نجد أن المجموعة الفردانية G1 هي الأكثر انتشاراً بنسبة تبلغ 43%. أي تلك المجموعة التي حول آل كوهين خصخصتها واحتكارها. صحيح، بالضبط. إذن في المرتبة الثانية المجموعة E بحسب الأبجدية اللاتينية، فقد اكتشفت عند 15% من عينات البحث، والمجموعة الفردانية التي تليها مرتبة هي R1A، وهذا يدعو للاستغراب لأن هذه المجموعة أغلب ما تصادف عند سكان مناطق أوروبا الشرقية. المجموعة الآرية بشكل عام. نعم، وفي العالم العربي توجد بنسبة 12% ممن خضعوا للاختبار. G1 هي في جنوب العراق حيث تبلغ 81%، وفي اليمن 73%، وفي شمال العراق 43%، وفي العربية السعودية والأردن والإمارات العربية المتحدة وفلسطين من 30 إلى. سؤالي بعد هذا الاقتباس هو: ما النتائج التي توصل إليها جينولوجيا الحمض النووي بناء على ذلك؟ وما هي المجموعات الفردانية التي تحدد الانتماء إلى كل من اليهود والعرب؟ أعود من جديد إلى المجموعة الفردانية G1، ومن الخطأ تسميتها مجموعة الكوهينيين الفردانية، فمما لا شك فيه أن هذه المجموعة الفردانية موجودة عند العرب أيضا، والأكثر من ذلك وجودها عند العرب أقدم بكثير. المجموعة الفردانية الأكثر انتشارا عند العرب هي G1 على وجه التحديد. عند عرب الشرق الأوسط عموما أم عرب الجزيرة العربية تحديدا؟ عند العرب الذين يتكلمون العربية ويعيشون في 19 دولة تنسبها الموسوعات إلى العالم العربي، بدءا من المغرب العربي وحتى سوريا والعراق. ففي هذا العالم العربي، في تلك الدول 19، نجد أن المجموعة الفردانية G1 هي الأكثر انتشارا بنسبة تبلغ 43%. أي تلك المجموعة التي حول آل كوهين خصخصتها واحتكارها. صحيح، بالضبط. إذن في المرتبة الثانية المجموعة E بحسب الأبجدية اللاتينية، فقد اكتشفت عند 15% من عينات البحث، والمجموعة الفردانية التي تليها مرتبة هي R1A، وهذا يدعو للاستغراب لأن هذه المجموعة أغلب ما تصادف عند سكان مناطق أوروبا الشرقية. المجموعة الآرية بشكل عام. نعم، وفي العالم العربي توجد بنسبة 12% ممن خضعوا للاختبار.
عربا، ثم أنه العرب نحن مجرد مكون في بلدنا، 4% فقط عنصر عربي أكهو ذايب فينا. عربا، ثم أنه العرب نحن مجرد مكون في بلدنا، 4% فقط عنصر عربي أكها. هذا مكلمتين حبيت نقولهم لك، كان بودي نزيد ناخذ أكثر وقت باش نذكرك، فهمت؟ بمرجعك. سي علاء، يا سي علاء. أنعم. سكر لي برنامج هكا هو.